هاي الماركة وهاي الماركة هي نفسهم أوكي، بس هذول لأنه ماركتهم يعني تدفعون للإسم. هاي نستلة ليجندا أوكي، ليجندا يعني هاي لازم يحطوها بالمتحف، فتشي يتخبل. هلا حبايبي، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون زينين وبصحة وعافية. اليوم أنا بالأودي راح أشوفكم أشياء تخبل عندي يا الأودي، أنصحكم بيها، أشياء ما كنت متوقعتها هيك زينة بالأودي، فخلونا نبدي سوية. وأتمنى يعجبكم الفيديو، إذا عجبكم لا تنسوا الاشتراك بالقناة، حطوا لي لايكات، وأحبكم كل هواية. رح نبدي هسه هنا. شوفوا بنات، هاي من احسن الكوى اللي ممكن الانسان يسويها بحياته لتحسين البشره وللصحه اوكي. هاي الزفت كوى، هاي مثل المعالجه الكوى، انه هي تاخذوا لكم فت قسط من الراحه او هيك شيء، يعني المده معينه هيك، يعني استرخاء هيك شيء، يعني هيك بس اقدر اترجمها. شوفوا هاي الكوى، الزفت كوى هاي عبارة عن عندكم هنا شربة أو مثلا عصير كله طبيعي 100% فيغان، ما بي أي شيء حيواني. تشوفون المكونات مالته، أوغانجا كاروت بالأناناس، هاي مثلا بالبرتقال، بالجزر، بالإنقفة، بالزنجبيل، يعني فشي كلش طبيعي بشكل مو طبيعي أوكي. شوفوا هنا أنا حاطيكم تاخذوها لمدة 6 ايام، زين؟ كاتب لكم اول يوم اليوم الاحمر، شوفوا حاطين لكم اياه هنا، ثاني يوم هذا وهيك شيء، اصلا مسوين عليها همين تنزيلات، صايره بس ب 4.19 يورو، يعني البطل اقل من يورو. كوكما بعد جمال، كله طبيعي اللي بيها شو يسموها؟ خضروات وفواكه، شوفوا جوكا، كيفي، اورانجا، يعني كل شيء تلاقوه بيه طبيعي 100%، شوفوا هنا اورانجا، كاروت، ابفل، انقفا، يعني فشي كلش حلو، كلش زين للمناعه، خصوصا احنا هسه بكورونا ونحتاج نشرب اشياء طبيعيه 100%. انا هسه اخذت لي واحد من هذا، ولو ما بيتي شويه بعيد عن هذا الالدي كان اخذت لي اثنين، بس ما اقدر اشيل، فهذا هسه اول واحد اني راح اخذه. الشيء الثاني المعروف هنا بالالدي اللي هو هاي النوعيه مالت الحليب. طبعا هاي النوعيه مالت الحليب هي نفسها هاي النوعيه مالت الحليب اوكي. هاي مجرد يارو 29، هاي ب 80، وهاي اللي بها الفت اقل 1.5 ب 72. بنات تقدرون تثقون بي، وانا شايفتها بالتلفزيون وسامعه عليها همينه، هاي الماركه وهاي الماركه هي نفسهم اوكي، بس هذول لانه ماركتهم يعني تدفعون للاسم، بس على مود هاي الماركه تدفعونها اكثر، بس هاي لانه ماركه الليدل والالدي العاديه يعني اوكي، فتدفعون اقل لانه ما يدفعون هوايه هم عليها. هاي هنا يبيعوها اغلى لانه لازم لهذا ابو الماركه يدفعوا له فلوس، بس الانهالت اللي موجود هنا، المحتوى واللي هنا كله نفس الشيء. صح هنا أنا اوكي 3.5 بس 3.8، انه الفت شويه هنا أنا غير، بس اكو من هاي النوعيه همينه صاير نفس الشيء 3.5 او مثلا 3 هنا 1.5، بس الباكيت غير اوكي. لا تنخدعون وتدفعون فلوس زياده عن اللزوم بس على مود تقولون ها هذا اغلى اذا ماركه زينه، لا كلها نفس الشيء. نفس الشيء هنا أنا، بس اللي يفرق انه هاي 3.8، بس اكو نفس هاي الماركه مثل ما قلت لكم هم 3.5 1.5، وهم يبيعوها غاليه بيورو 29 بدل ما تشتروها ب 80 و 72. فلا تنخدعون، كله نفس الطعم، ضايقي احنا همينا وقرينا عنه وشفنا عنه بدوكومنتاسيون على التلفزيون. الشيء الثاني اللي بس موجود بالليدل والالدي هو هاي الماركه كيفيه اوكي. ماركه هذا اللي بن اسمها كيفيه، بنات هاي بوقتها تعبت معدتي كلش، كنت بس انا اريد اذب عن راسي وخمول وما اعرف شنو، فكان ينصحني بلبن الدكتور، قال لي بس تعرفين كل الالبان تجين بس تاخذين هذا مال كيفيه، قال هاي من احسن الالبان، ما بيها هوايه، انه كلش سهل على المعده، و يعني بيرفكت لل مثلا اذا بيكم فد مشاكل بالمعده، و
يعني هيك انه مثلا تقدرون تدبون على راسكم او هيك شيء، فتقدرون تاكلون من هذا اللبن. هذا اللبن بداعه وكلش كلش زين للصحه همينه. للناس اللي تريد تضعف نفسها بس مع ذلك تريد بودينج تاخذ وهيك شيء، هاي ماركه مالت الليدل والالدي. طبعا شوفوا الليدل والالدي همينه سووا يعني تقليد، نقول هاي الايرن مان، هاي ماركه الايامان بيورو 29، والماركه الخاصه بالالدي والليدل يبيعوها نفس البودينج هذا، اوكي نفسه يبيعوه ب 79 سنت. فيعني هم تدفعون هنا للماركه شويه اكثر على مود الاسم، وهنا لانهم الايجن ماركه مالتهم. نفس الشيء هم نبي فتام، فتام يعني انه ما بي دهون او هيك شيء يعني، وهذا حتى شكر ما بي همينه، وبروتين، البروتين كلش كلش مهم. شوفوا هذا البشر الكامل هذا كله بي بس 160 سعره حراريه. هنا هذا البشر كله باعوا، هاي هنا عندكم المية يعني شوية أقل بعشرين، يعني هذا تقريبا ب 155 سعرة حرارية، يعني بس خمسة بس إنه نفس الشيء، والسعر بيورو 29 79 سنت. يجنن. أنا هذا أكلت الشوكولاتة والبودينج مالت الفانيلا كلش أحبه، من أريد أجوع وأريد أكل فتشي هذا أحطه بالمجمدة، يعني أحطه هيك بمعون طببه بالمجمدة تصير همينة مثل النستلة القوية وأكلوه. همينة أكون من عنده هذا كل شيء بي هاي بروتين، هذا زين يكون همينة للتضعيف، أوكي لأنه يكون البروتين العالي ويحتاج همينة الجسم. شوفوا بيورو 69 همينة شيء كلش حلو. هذا كاستر البودينج يعني، فأنصحكم بالماركات مالت الليدل والألدي رهيبة. هسه جينا لهنا أنا مالت الايس، عند اشوفكم الاشياء اللي موجوده بالماركتات اللي تكون غاليه. شوفوا هاي مسويها هم تقليد طبعا عن في غير وشي وهيك شيء. انا هاي ما ضقتها بس ضقت هاي، كلش كلش طيبه وكلش قريبه من الغاليه اللي نشتريها اللي هي مالت الفيغ وغوشي وهيك شيء. شوفوا هنا بيورو 79 وهذيك من نشتريها ب 4 يورو. اوكي هسه احط لكم مالت هذيك الصوره، هم تقدرون تاخذوها من هنا من الالدي، سعرها كل زين ورخيصه انصحكم بيها. هسه اجينا الى القسم المفضل عندي اللي هو النساتين. شوفوا بنات او شباب هاي النستلة لجندة، اوكي لجندة يعني هاي لازم يحطوها بالمتحف، فتشي يتخبل. كان سعرها ب 45 سنت، هسه شويه غلت صارت ب 79 سنت. من نسافر للعراق، الاتراك من يسافرون لتركيا، هاي لازم تكون بالجنطة. بنات وشباب اخذوها ودوها للعراق، راح يموتون عليها. البلادكم اهل سوريا، المغرب، الجزائر، كلهم كلهم على عيني وراسي، اخذوها وياكم وشوفوهم يا اهلكم هناك راح يموتون عليها. اكيد الاغلبية القدماء يعرفوها لانه من زمان احنا، بس هي هاي اكثر شيء ياخذوها يعني تنملي الجنطة. فدائما هنا يسوون مثل النكته، يقولون قل لي انه انت مسافر لبلدك الام بدون ما تقول لي انت مسافر لهناك، تفهمون علي؟ فدائما يطلعون هاي الصوره فنعرف انه احنا اوكي مسافرين للعراق او تركيا او سوريا او لبنان، هيك شيء يعني انه شيء كلش معروف. فهاي كلش 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 طيبه، النص بايسه راح اخذها لان كلش اشتهيتها حاليا، وراح اخذ وياها فد شراب ثاني. الليدل والالدي دي يبدعون بالتقليد، اوكي دي يسوون هواية اشياء، يعني مثلا الاوغيو كيك والاوغيو كيكس وهيك شيء، يسوون عليها اشياء قريبة كلش وبسعار رخيصة. يعني شوفوا مثلا هسه هاي قريبة للنت شوكولاتة اللي سعرها تقريبا 2 يورو ونص، اوكي هم انا مسويها من الكوكي اللي يشبه الاوغيو، شوفوها وسعرها بس بيش 89 سنت، اوكي يعني تخبل شيء كلش حلو ورخيص ويحلو الغراض. بغمش هاي النستلة مثلها موجود للناس اللي مسوين دايت ويحبون الشوكولارة السوداء. شوفوا هذا هو بالشوكولارة السوداء اللي همينة كلش 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 طيبة، ما يكون بيها شكر هواية، همينة موجودة بس انا راح اخذ بيجة يو بس كلاش. اللي لازم لازم تاخذوا من الالدي اللي هو هاي الكيكس، سعرها بس 2 يورو 59،
الطعم يخبل، ما بيها لا كحول لا كل شيء، يتخبل كل واحدة من عندها. أنا يعني مو هالقد ويا البسكت، بس طعمها يموت. هذا لازم لازم تجون تأخذون من عنده. زو هاي بين فترة وأخرى يسوون تنزيلات، هاي من 7 يورو صايرة بس ب6، فهاي الطاوة جميلة همنا صايرة بس ب12 من 15 يورو. هاي أشياء حلوة مثلا تجون تروحون سفرة هيك شي تشيلون الغراض فيها، أو تحطوها بالسيارة من تروحون تسوقون وما تريدون تذبذبوها للغراض. شوفوا هاي شكت حلو، هاي صايرة مثل القبغات تحطوها هيك إذا عندكم مثلا قلاص مفتوح، أو هاي تريدون تحطوه بالثلاجة، أو مثلا برا ما تريدون حشرات تجي عليه. فقط ب1.60 من 2 يورو قبغات سيليكون. شي كلش حلو. شوف هذا الجمال مال الثوم باعوا صاير ب1.60 بس. وهاي الشلمونات يا كول والله، عندهم اشياء كلش حلوة. ممكن نحكي عن جمال هاي، هاي شكت حتحطوها بالبالكون لو بالحديقة، سعرها فقط ب30 يورو. ممكن هيجي تسووها او ممكن هيجي تسووها، بداعة ترى بداعة. أنا من هذا درت أحط مثل البالكون مالتي من هذا مثل الحشيش صاير الاصطناعي. هي هاي الحلو بيهم أكو أشياء هواية ينزلوها، يعني إذا ورا فترة ما اشتراها أحد. زو إجيت هسه هنا لهاي الخانة لأنه أنا متعمدة أجي هنا. ليش؟ لأن إحنا دائما الزنف مالتنا الخردل نجيبه من هنا. الخردل مالتهم كلش طيب، والحلو بيه إنه فيجان، يعني أي مواد حيوانية ماكو، وسعره بس 49 سنت، ويبقى يطول ما يخرب فشي يخبل. اكو طبعا هيك شيء، بس هذا لانه شويه نص شاف، واخاف اني مرات من افتحه اخاف بعدين يعفن. هاي لانه انا اكثر شيء متعلمه على هذا، ناخذ بهاي العصاره. اضافه الى المايونيز كلش نحبه من هاي الماركه مالتهم، والغيمولاده، الغيمولاده مالتهم فشي كلش 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 طيب. تعالوا اخذوهن وجربوهن، ويا الوقت راح تحسون بلي اكو فرق. اكو ناس تقول ماكو فرق بالمايونيز، طخ اكو فرق، جربوها وقولوا لي رايكم. زو حبايبي، هسه انا رجعت للبيت وفتحت الباكيت وطلعت هاي التستل، اريد لانه اقرا واتعرف اكثر على هذا الهابي درينك بروجرام. فشفت طبعا انه هذا البروجرام تقدرون تسووه لمدة يوم او لمدة ايام هواية. يعني هذا الباكيت انا راح استخدمه الصراحة 3 ايام، اوكي، انه كل يوم راح اخذ اشرب 2 2 2. يعني مثلا اذا اريد العشاء ما اشرب ما اكل بي فاشرب 2 من هاي البطالة، اذا اريد الظهر ما اشرب شيء يعني ما اكل شيء اشرب 2 من هاي البطالة، اذا اريد الصبح ما اكل فد شيء اشرب 2 من هاي البطالة، انه 1 2 او مثلا 3 4 للظهر و5 6 للعصر. او مثلا اذا انا اريد اخذها انه بس للتغذية، انه اشرب فتشي زين للشعر زين للجسم، انه كل يوم الصبح اريق اشرب 1 من هاي البطالة. هاي البطالة همين تقدرون تستخدموها كبروغرام انه يضعفكم، انه تضعف. يعني مثلا هنا حاطيلكم اذا تريدون مثلا يوم كامل ما تاكلون اي شيء تقدرون تستخدمون هاي الباكيت، بس طبعا تحتاجون هذا الباكيت تشتروه 6 مرات، يوم واحد لازم تاكلون شوية عادي، والست مرات تقدرون تسوون هذا الجسم، او مثلا 5 مرات. تتفهمون علي؟ هذا الباكيت مثل ما قلت لكم ب6 بطالة، 2 تشربوها الصبح، 2 العصر، 2 يعني غدا، و2 على العشاء. هاي مثلا اذا ردتوا 5 ايام تسوون هاي الكوة او هذا البروجرام، فصبح عصر ظهر وبالليل. او مثلا اذا تقولون لا انا ما اريد، انا اريد بس فيتامينات او هيك شيء، تقدرون كل يوم تشربوا لكم بطل واحد. او مثلا اذا تريدون تقولون لا انا اريد بس مره باليوم اشرب، يعني مثلا اريد اتغدى، او مثلا ما اريد اتغدى اريد اتعشى، فانه مثلا انتم تقولون انا اليوم ما اريد اتغدى، ما اريد احضر لي غدا، فبدل الغدا تشربوا لكم 2 من هاي البطاله، وانتم حرين طبعا شلون مسوها. اتمنى تكونون فهمتوها. انا بالنسبه لي مثل ما قلت لكم يمكن راح استخدمها انه فد يوم ما يعجبني اتعشى بي اشرب الاثنين، او مثلا اقول اوكي انا اريد بس على مود التغذيه، انه على مود يكون عندي فيتامين.
فيتامينات كلش هواية بجسمي، فاستخدمها مرة انه اشرب باليوم فتكفيني لمدة 6 ايام، وانتو حرين شلون ما تسووها. اي اسئلة عندكم كتبولي بالانفو بالكومنتار وان شاء الله اقدر اجاوبكم. حبايبي خلصنا هسه جولتنا من الاودي، اتمنى يكون عجبكم الفيديو، استفاديتوا من كم شغله جبتوا ما تعرفوها، واحد ما يدري. اذا عندكم اشياء ثانيه تحبوها بالاودي وحابيني اجربها اكتبوا لي بالتعليقات. للي ما اشترك بالقناه اتمنى، للي ما مشترك بالقناه اتمنى يشترك ويفعل الجرس، واللي مشتركين دعموني باللايكات مالتكم. احبكم كلش هواي واشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد. باي باي.